أنقل هذه القضية عمن شاهد هذه القضية بنفسه. يقول أحد المؤمنين، يقول: كنا نذهب مع الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله تعالى عليه، ولد في يوم ميلاد الزهراء صلوات الله عليها، وتوفي في يوم وفاتها، واسمه عبد الزهراء، وقضى عمره في خدمة الزهراء وخدمة أهل البيت صلوات الله عليهم. يقول: كنا كل يوم ساعة ثنتين نأتي ونأخذ سيارة ونذهب بها إلى مكان بعيد كان يقرأ هناك الشيخ في كل يوم، لا أتذكر اسم تلك المنطقة التي ذكرها. يقول: في يوم من الأيام كان عنده ابن، هذا الابن تمرض مرضا شديدا، وأشرف هذا الابن على الموت، لم تكن بينه وبين الموت إلا خطوات، بعد كان مأيوس منه. يقول: إحنا قلنا اليوم حتما شيخ عبد الزهرة ما يجي، ولكننا ذهبنا إلى المكان الذي كان يركبه حتى إحنا نروح لتلك المنطقة. يقول: في الساعة الثانية ظهرا وقفنا في ذلك الموقف، وإذا بالشيخ عبد الزهرة يأتي. يقول: إجا وقعد في السيارة، وبمجرد ما جلس أغمض عينيه وأخذ يدعو. بس شنو كان يقول؟ كان يدعو. يقول: غمض عينيه ولم يكلمنا بعد ذلك بكلمة مسافة طويلة. يقول: وصلنا إلى جسر، عندما السيارة أرادت تعبر من ذلك الجسر، الشيخ فتح عينه وإذا بعينه تقع على القبة المطهرة لأمير المؤمنين. يقول: نظر إلى قبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وتمتم بكلمات. شنو هذه الكلمات؟ هل قال للإمام صلوات الله وسلامه عليه: إنني كنت في خدمتكم خلال هذه المدة الطويلة وأطلب منكم هذه الحاجة؟ شنو قال؟ لا نعلم ما الذي قال. يقول: تمتم بكلمات وجرت دموعه من عينه، ثم مسح الدموع من عينه. السيارة تجاوزت الجسر. يقول: عاد إلى حالته الطبيعية، أخذ يكلمنا بشكل طبيعي جدا، أي قلق أي اضطراب ما عنده. يقول: احنا مرحنا وقال لي ان ابني عبد الحسين ما علي شيء. يقول: احنا مرحنا وقرأ مجالسه في تلك المنطقة البعيدة ثم عاد. يقول: احنا قلوبنا مضطربة، الآن نصل الى البيت، ماذا يحدث؟ شنو يصير؟ يقول انه في الساعة الواحدة ليلا وصلنا الى بيته. يقول: دخل في البيت، فتح الطريق، قال: تفضلوا. يقول: دخلنا وإذا بابنه عبد الحسين جالس ويتعشى. يقول: القضية جدا كانت عجيبة عندي، مو عجيب، لحظة واحدة من الانقطاع، لحظة واحدة من التذلل والتضرع تكفي لكل شيء.